دكتور حسن الشيخ محمود واجبكما إن كتبت كانوا دم بأوسن قلين ولا تزر وازرة وزرة أخرى وحاجر ور حالي شالي انت لغشا وباهي إيو وركلو اللغو اللماني أو أنو أركي إن رأيي إن كديبت وركاس وحو أحا مال أيال سوق لي مدحوينها دكتور حسن الشيخ محمود وإنو كتبت كانا ديلكي توبانكي علومو إسلام مركاسنا وإنو رأيي قلين كبحيا موضوع إشارين وحالاقيا وإن السكر اللو فهمي إسلام مركاسنا قفكي قرال كاسي كلي نشاق أنا قرال ما حين كلي هذا الوحا ماشي سوق لي مركو حان كجد جوابي يضو كوبان أن الرئيس الصومالي ليست عليه التوبة دكتور حسن الشيخ محمود واجبكما إن كتبت كانوا دم بأوسن قلين ولا تزر وازرة وزرة أخرى وحاك روجرته ساولا سعطان إلهي سبحانه وتعالى قرآن حكوليها إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كانوا مجرمين مدحوينه يريز الوزاره يعيدنك إدول الدولان دنبيليا لأحيان ومدحوينها وقت ياس جوغي واي ما أهان سيددتك خاركوذ أفسرتان مدحوينها حد جوغي شقكم لهان فعل كيف الدنبييت كي نعي شقكم لهان أرين تسينان وحاربي إن أن أن بياميو مدك على وحاربا مركي أن سوبحي ويلي روان دالي وحيري أبا صوماليا وصعطة it's very dangerous place لغة الإنجليش كوكوها الله سأقول صعطة المهنة وحالها وصعطة مركاسو وحوري وحامق لي you going to jihad مركاس عندها yes jihad وصعطة مركاس وحيري you will die مركاس عندها yes you won't come back مصر الله من دونت وحالها الدعاء أخلصتي أخلصنا يا حدا الدعاء ده خرحة مو بحي مركز خرحة كعب سن ميقول عدوان عنده إن شاء الله الدعاء سن الشيخ كان كما قلي أو ده هاي عليه ما ركت نكاسي إلهي سبحانه وتعالى هكار ما ركت كرال لنقضه وحيري وحد أخي ستامر كما لها نوع عسوك الأجوك إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك وانصرني ولا تنصر علي وعني ولا تعن علي واهدني ويسر لي الهدي إلي دعاء سنة كنت عايزين إن شاء الله لما أنتين وبدبادينا وحار ربانية الجهاد إن أن لني ما أدنه جهاد أنكو جرنا تسعر وإن أنا حسوسي نمان كان لها الشبهات كدان هوري أسيد حقال وقت كان أنتايما كنا مانا يا شيخ محمد آدن إن شاء الله نمان كان سدح موضوعي أذيك سدان مركي لها أيان متكمد أخ هرتي وكل هاي وفكر كاسي خوارج تأمين سن سدح أذيك سدان كبرضني أذيك سدان سدح كبرضن لكن سدح عن سواق عضنا وقت قدر تيس كل واحد لحان دستور ك أو سوماليا ودستور قالت كل مشي كبلابان سدح درات هذا واجب ما دام الدستور قالت ويا هاي وحماشة كان لنا يحكم الإسلام كم حكمان حسواق عضنا يعني أيدي قرآنك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون أعيد سو تفسيرك أن أقنى حتى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه تفسير عجيب أنه كفر صريح حتى أنه يهدوجر حاكم آمن سن حكم الإسلام كأنه واجب يحي لكن أن حكم وحوده هي كفر دون كفر كل الشيخ القيب وكشيخ هدا وقالي ما هنا كفر الدين تلقى قبع حي ويواجب يسئل الدلو أما أريد ومقل حتى مركا مسألة هذا مسألة سهلة معها. سيدا درادة دحي أمسيهن كو دستور كأنه دستور إسلامي هين. أنا مركا وحن ما دام رجل شريعة والقانون أنا هاي وحن أخري إلا لواتن دستور كدوات مركا دراسينا دستور كسومالي ذا. ذاتك كتلب بحيان كم ذاها دستور كمرنا ما يسترنا وأجن هاي لكن وحن ربع علوم ذا هل كأنه أو معلمين تي ذي كجيران شيوخ ذي كجيران إنه يقو وافق دونا دستور كان إنه يا دستور إسلامي بل أنا واحد قاري دساتير أو وضمة المسلمين تعداد أخلصان وكفي عيا سوى قبيعة أفر دليل كريا أسوى قاضنا يا نمنك دلن يرى ذا قاركود دقيسان أي حد وأن هو إني دقيسان أيان أن رجينا يا إني كسو تغان
كسو عرران خوارجت يدب وقصولاتان وقصولاتان شعب كود يقو رميسان أو آمينيو دستور كأنه دستور إسلامي كو وحاكو غران أفر قضب أي جراء أو دساتير المسلمين تأنا كو غرنين حتى كو وفي عن أو دستور كسعودي كو جراء أن كو غرنين كو وحاكو غران شرعاء إسلامك إنه يها مصدر أساسي أهو شرعاء إسلامك وحاول وجه ذا قوانين تودا كو غران لابا وحاكو غران إن وحي كسو هرجي ذا شرعاء إسلامك أو قوانين أو ودن كالكينو نول إنيهين معنى ذا وحكا مجران إنيهين أوكي لا بدك وخصوصا إن شاء الله قلب كانوا حاجة تصدحات أو دستور كانوا كقرن والضم هذا مسلمين تدساتير كمهلي سواء قلب عجيب بدن قلب كاسنا مذحوينها الشيء شلي قلب كاس حوليها الدين أنا هين دين سلام كلو ما فافين كانوا ودك الصومالية دستور أهان واي والضم هذا كان دستور أهان وقوم قرنا بولس أهاني أسمائستان أوله إسكينا شرع هذا قلب ككلا وحكوت على مقاصد شرع هذا إن لو وافقنا يو وح على وحي حرر أو ودك أولي هاي أما أسميسان دانو هدي كهري ماذا أنا قلبك كلا أيلا راعيا كهر تتسوي أمسيهن واحد وبين مركو وحي آمنين صوت هذا دستور كنا مركان أنت أسأل صوته وهذا دستور إسلامي مركو ورك آمنين صح ما أهن إن الجهات كو قاضنا ما أهن دولة هي شعب كذا لبوا وحي آمنين حكومة دان إن يتهاي حكومة علمانية أو معنى هذا يتهاي حكومة دا. مدحوينه برايم مينستر اني ود امنسيهن فصل الدين عن السياسه وركاسن رن ما اهن دغهين واكو مقلني شلي مدحوينه و هو شيغاي او اهيد ان ودن كان و يهي ودن شريعه اسلام ك لوو دقايو بقولكيو بقول هيرك دقيتانك ام فولنتيسا وا وحدود لجلين كرو لكن ما دام ان هي دولت هرمر سمينيسو او ستيب باي ستيب iyo tadarruj inta soo dhan loo baahay waqti ay qaadan doonto culumada u taala sheekh ahmed abd samad suud dhahay hadaytu oo kale say active u noqdaan ay ula falgalaan dawladda oo markaas hooshan ay u dhaqan gasho qodobka ugu dambeeyo waxay aaminsan yihiin illa la jihada dawladda inay dadkeeda sababta gaalay keensteen su'aal iimaani saajto markay iyagu ku wajahan oo ah yaa sabab u ah gaalada inay dhulkan timaado iyagoo hubaysan iyadoo aan ognahay qaar kamid ah muslimiintii degdegtay ama haka ahaato ilmi yari iyo waxay doontaba iyadoo markay isbideen in maaragtay awood islaamiga ay timid inay ku dhawaaqeen in dawladaha dariska xitaa ay wada qabsanayaan markii yaa invite gareeyay oo keenay in ay yimaadaan quwada shisheeye oo hubaysan intaas iyadoo kooban waa inta ay ku doodayaan waxa maaragtay loo deletion kara in dawladan lala jihado iyo dadkeeda ugu dambeyntii waxaan rabaa in aan ku soo galaado hadii aan rabno maadaama hadda dadka aan wax barayno in saddex iskaashadaan in lama horaan ay tahay culumada waxay ku celiyeen labo ana waxaan aaminsanahay saddex hadii iskaashadaan dadka wax la bari karo wax la fahamsiin karo la wada gaari karo xuquushooda saddexas waxa waaye dawladdi oo culumada ay la socoto anagoo markaas ka am qaadayna aayada ah ya ayuha alladina amanu atii'u allah wa atii'u ar-rasul wa ul amri minkum ul amri minkum wa garanaysan culumaatihiin waxa lagu fasiray dawladdi iyo culumadii oo wada socota culumadii dadka ay baraysaa ay yuallimuna an-naasa ash-shari'a dawladina ينفذون الشريعه والله بدي الدور واي دولتي الشريعه دي دقن غلينيسا وواجب كسارن علمادن الشريعه دي بريسا marka dawladdi culumade hal qayb aad jirto marka aan lagu walcelin dadkan lagu wareegsan wa wariyasha wa media ha saddexda saddex wada shaqeyso al shabab al khawarij aan dhahay wal afjari kara waxaan ku soo gabagabeynaya walaalkeyga aan daqiiqad aan ka xoogaa waxaan ka hilmaamay wuxuu dhahay wiilkeyga yar dadka aad la dagaalamaysaan muslimiin ma ahamiya markaas aan waxaan dhahay they are sg markaas u dhahay maxaa waay aba sg waxaan dhahay waa somali gangs somali gangs mutaqaanina hadii la fasiro gangs waxa waay mareykanka markuu way yaqaan isagu fahmaya gangs waxa waa kuwa wax dhaca wax dila naxriis aan lahayn sidii madaxweynaha ninkii dhoolaha oo kale oo masaakiinka ah oo gacan la qabto ay toogteen soomaa waa gangs waay
مركا مقع على سينايو الشباب حتى مقع قرحون والله ما سين كركو شيخي شلي علوم هذا قاركو ذا عبد الرحمن وهم ملاينا ودهيس ودهيي حتى خوارج معهن سيفوين أو ووي دافن مركو جانجز أنا وحديه لها مركا مدحوينا حسن شيخنا وشيخ وحديه مقع عن الخوارج هلا الشرعية يو أوفيشال هالنقضو لكن وحديه لها خوارج أو جانج أهل غدره والله أعلم.